سيبني مستشار شان الاقتصادي. اكتر مشكله في نظر الاقتصاديين تؤرق الاقتصاد او يعني تضرب الاقتصاد المصري هي مشكله عجز الوزن الماليه حاليا. كيف تنوي التعامل مع مشكله عجز الوزن في مصاف الكرسي الرئاسي؟ لا، حلول عجز الموازنة يعني كل الناس عارفاها، بس المشكلة في مصر سوء إدارة الموارد وتنظيم الإنفاق. موارد مصر أعتقد إن هي جيدة وممكن تنميتها، دي ما فيهاش مشكلة، لكن المشكلة الأساسية اللي موجودة في مصر هي في الإنفاق وسوء إدارة الموارد الأولويات. هي دي المشكلة. الاقتصاد خلاص مستقرين ان الاقتصاد يبقى اقتصاد حر، لكن حتى النظام الرأسمالي بيعاني من أزمة حاليا، ولازم يبقى فيه دور للدولة دون الإخلال بقواعد الاقتصاد الحر. لازم يبقى فيه بعض الفعاليات الاقتصادية تقوم بيها الدولة في إطار القطاع العام. لازم يبقى فيه قطاع تعاوني، الاعتماد على القطاع التعاوني، لكن القطاع التعاوني مش اللي بتديره الدولة زي ما كان موجود قبل كده، إنما يبقى مشاركة شعبية. يعني بقى في فكرة دلوقتي عن الاقتصاد التشاركي زي الديمقراطية التشاركية، يعني بقى في دور فعال أكتر للشعب وللمواطن والقوى العاملة في المجتمع للمشاركة في عملية التنمية وفي إدارة الفعاليات الاقتصادية. بس الاقتصاديين بيصوروا المسألة كما لو كان انه احنا ممكن بعد 6 شهور مثلا نجوع لو ما تمش دعم او سد هذا العجز عن طريق قروض، عن طريق مثلا ضم الصناديق الخاصة او ما الى ذلك. سوء ادارة، يعني هو طبعا في ازمة لكن في كمان سوء ادارة. يعني هو بيحاولش ان هو يخفض الانفاق وينظم الانفاق ويدير موارد الدولة بطريقة منظمة وبطريقة علمية اكتر، وأولوياته مختلفة، يعني محتاجة إعادة نظر. في عندنا أوجه إنفاق كتيرة جدا خصوصا في الإنفاق الحكومي. الجهاز الإداري للدولة بياخد جزء كبير جدا من الإنفاق، سواء في المرتبات أو في شراء أدوات بدون داعي أو يعني تنظيم العملية الاستثمارية نفسها، يعني بياخد قرض. لكن بدل ما بياخد القرض عشان يحوله الى طاقة استثمارية تجيب عائد تساعده في سداد الديون، هو بياخد القرض وبينفقه في اوجه انفاق ملهاش عائد استثماري. بيحاول ان هو يقترض عشان يسدد الديون. المفروض انه يقترض عشان خاطر يزود موارد الدولة فيقدر يبقى قادر ان هو يسدد الديون ويسد العجز في الموازنة. البعض شايف انه في يعني الاستثمارات الاجنبيه المباشره هربت من مصر في الفتره اللي فاتت، وفي ناس بتتكلم عن جهود لازم تبذل من اجل محاوله استعادتها. ايه اللي ممكن نعمله من اجل استعاده هذه الاستثمار؟ محتاج ديمقراطيه والناس تطمئن انها ديمقراطيه صحيحه تقوم على الشفافيه وحريه تداول المعلومات، وان يبقى في رقابه فعاله لمحاربه الفساد، ان يبقى في استقرار في النظام الاقتصادي، قضاء مستقل عشان يكون الاستثمار مطمئن انه لو دخل في منازعة هيقدر ان هو ياخد حقه اذا كان له حق امام قاضي مستقل يفصل في منازعته بسرعة. الاستثمار محتاج حوافز. للأسف في الفترة اللي فاتت كلها كانت فترة فيها توتر، السياسة والاقتصاد لا تدار بشكل علمي، تدار بشكل عشوائي. كان في صراع سياسي بين القوى السياسية أدى إلى تخوف المستثمرين من أن ممكن طيار معين أو فصيل معين يسيطر على الأمور في البلاد. كل دي أمور أدت إلى طبعا الأمن، كان في فراغ أمني وكان في توتر أمني في مصر. كل دي طبعا أسباب تؤدي إلى خروج المستثمر. المفترض ان لم بعد الانتخابات الرئاسية ان يبقى في معالجة لكل هذه المشكلات، لان مصر بحكم موقعها الجغرافي وبحكم امكانياتها البشرية ومواردها هي المفروض تكون اكبر دولة جاذبة للاستثمار، وفي مستثمرين كتير مستعدين يجوا مصر ويتمنوا يجوا مصر، لان مصر دولة واعدة في امكانياتها. المهم ان يبقى في استقرار سياسي، يبقى في امن، ويبقى في قضاء مستقل، يبقى في ديمقراطية حقيقية. الاستثمار هيرجع فورا. في
في رأي بيقول انه الاحكام القضائية اللي صدرت في السنين اللي فاتت بعودة بعض الشركات والمؤسسات التي تم قفصتها الى الدولة مرة اخرى بسبب فساد العقود وما الى ذلك. في ناس شايفة ان الامر ده ممكن يكون طارد للاستثمار. ايه رأي حضرتك؟ لا ده طارد للفساد. المفروض ده يشجع الاستثمار، لان المستثمر لما كان بيجي مصر كان جزء كبير جدا من رأس ماله بيضيع في الفساد، عمولات ورشاوة وفلوس بتدفع لبعض الدوائر المسؤولة أو بعض الأشخاص المسؤولين لتوفير الحماية له أو لتسهيل أموره، ده كان يستنزف جزء كبير جدا من رأس المال. المفروض لما هيبقى في شفافية وفي قواعد يتم الالتزام بيها، في تفصيل للإجراءات وفي ديمقراطية وفي رقابة وفي مكافحة للفساد، ده يطمئن الاستثمار أكثر، لأن كل فلوسه هتروح في المشروع مش هتروح في الفساد. طيب احنا اتكلمنا عن عجز الموازنة وهو أمر ملح جدا، وفي يعني مسائل أخرى ملحة أيضا زي الخدمات والارتقاء بمستوى معيشة البشر عن طريق يعني بنية تحتية أفضل، خدمات صحية أفضل وما إلى ذلك، الحاجات يحتاج إنفاق بالتأكيد طبعا. تتصور إزاي ممكن نوفر الأموال اللي محتاجها هذه المشروعات؟ ما انا قلت لحضرتك يعني بمكافحه الفساد وحسن اداره الموارد نقدر نعمل كل حاجه، لان مصر عندها موارد مش ما عندهاش موارد، والعالم مستعد يساعدها، لكن الفلوس كانت بتروح في الفساد، وكان في سوء اداره لاوجه الانفاق، وكان في ترتيب الاولويات في خلل. المفروض ان كل ده بعد ما السلطه المدنيه تستلم السلطه والثورة تستكمل مسيرتها هيتم تصحيح كل ده. فمصر عندها موارد مش ما عندهاش موارد، يعني مثلا عندنا يعني مبلغ ضخم جدا بيروح في مرتبات لمستشارين لا عمل له، مجرد شخص له واسطة او له معرفة يوضع في منصب لا يؤدي اي عمل ومش محتاجين له خالص وما عندوش اي كفاءة وما عندوش اي خبرة وياخد مرتب 1,000,000 جنيه في الشهر. المبالغ دي لو تم توفيرها، دي مليارات لو تم توفيرها هتساعد في تصحيح المسار وفي في 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 انشاء بنية تحتية جيدة. في قروض كثيرة جدا مصر خدتها لانشاء بنية تحتية جيدة وتم اهدارها، اما عن طريق برضو الفساد انها راحت لجيوب بعض المنحرفين او ان اهملت تماما والغيت القروض دي لان لم تستغل. طيب من المشاكل الاخرى اللي بيعاني منها الطبقات الفقيره في مصر هي مشكله السكن. حضرتك ناوي تعمل ايه في مشكله العشوائيات وفي الاسكان محدودي الدخل او من يسمون بمحدودي الدخل؟ احنا محتاجين نخرج من الوادي الضيق اللي احنا عايشين فيه، محتاجين ان احنا نعمل مجتمعات عمرانيه جديده على مساحه مصر كلها. احنا لو قعدنا توزيع السكان على مساحه مصر مش هيبقى عندنا لا مشكله زحمه ولا يعني مشاكل كمان احنا محتاجين نغير نمط البناء المساكن. يعني احنا قعدنا فترة طويلة جدا نبني مساكن بالخرسانة المسلحة ودي بتاخد تكلفة كبيرة وطوابق عمارات عالية. احنا لو بدأنا نعيد توزيع السكان على مساحة مصر كلها بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، نمط المسكن نفسه هيتغير، المواد اللي بتستخدم في بناء المسكن نفسها لازم تتغير، تبقى تكلفة أقل ويبقى متاح لكل مواطن إنه يبني مسكنه بتكلفة بسيطة، ويبقى كل مواطن عنده مسكن ما يضطرش إن هو يفضل موجود في القاهرة أو حول القاهرة أو حول المدن الكبيرة لأن فيها هي مصادر الرزق. لكن لما يبقى فيه مجتمعات عمرانية جديدة ويبقى فيه استصلاح أراضي جديدة ويبقى فيه طرق جديدة، ده هيشجع على بناء مدن خارج الوادي، مجتمعات عمرانية خارج الوادي بأنماط جديدة من البناء يعني تسهل للمواطن انه يقدر يبني مسكنه بتكلفة بسيطة جدا. طب وفيما يختص مشكلة العشوائيات الموجودة حاليا؟ ما هي دي هتحل مشكلة العشوائيات، زائد ان لازم يبقى فيه برضه حلول عاجلة، لان الكلام اللي بتكلم عنه ده هياخد وقت طويل لخطط طويلة المدى، لكن هيبقى لازم يبقى فيه حلول عاجلة برضه انه يتم استبدال هذه المناطق العشوائية بأنماط أخرى من السكن وربطها بأماكن إنتاجية جديدة. يعني مثلا عندنا شبه جزيرة سيناء منطقة شاسعة جدا تعادل مساحتها أكبر من بعض الدول وغير مستغلة بالمرة، لو تم استغلالها هيتم
امتصاص كثافة سكانية من العشوائيات ومن غير العشوائيات في هذه المناطق. أيضا في الصحراء الغربية وحدودنا مع ليبيا، جنوب الوادي وجنوب السد العالي وسكان النوبة اللي بيتمنوا يعودوا إلى هذه المناطق مرة أخرى، لابد أن احنا نمكنهم أن هم يرجعوا هناك ويتملكوا مشروعات وأراضي، وده هيؤدي إلى امتصاص كثافة سكانية من الوادي. طبعا المفروض أن ده يبقى في إطار خطة تعالج العشوائيات نفسها. القضايا مرتبطة ببعض ما نقدرش نفصلها عن بعض، يعني قضية العشوائيات ما نقدرش نفصلها عن طبيعة النشاط الاقتصادي اللي موجود في مصر، لأن الناس بتيجي تضطر تبني العشوائيات وتسكن حوالين المدن عشان تلاقي مصدر للرزق، تبقى قريبة من مكان عمل. لو في فرص عمل في أماكن أخرى هتبقى من غير ما تجبر الناس إن هي تمشي قصرا وتهدلها البيوت، لا هي من نفسها تخليها تنتقل بإرادتها الحرة، وده يدي قناعة أكتر في الانتقال، غير لما الدولة تتدخل بسلطة الدولة في إنها تعيد بناء، تبني مساكن تانية في أماكن أخرى وتهدم هذه المباني وتنقلهم قصرا. لازم الدولة تتدخل بحيث إنها توفر للمواطن القدرة على اتخاذ القرار الصحيح في إنه ينتقل إلى مكان صحي أكتر في فرصة عمل أفضل. من أبرز الانتقادات للسياسة الاقتصادية للنظام السابق كان برنامج الخصخصة، حضرتك ناوي تعمل فيه إيه؟ وبرنامج الخصخصة لأنه ارتبط بالفساد برضه، يعني المشكلة كانت مش في الخصخصة في ذاتها، إنما كان الناس عارفة إن برامج الخصخصة كلها مرتبطة بالفساد. المنشآت التي تم خصخصتها تم بيعها بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، عائد الخصخصة احناش عارفين راح فين، من المؤكد راح في جيوب الفاسدين اللي كانوا في النظام القديم. عندنا بيانين، بيان من وزير المالية وبيان من وزير الاقتصاد، بيانين متناقضين على حصيلة الخصخصة. واحد بيقول ان حصيلة الخصخصة 14 مليار والتاني بيقول لا ما جاليش غير 2 مليار، وفي 12 مليار ضايعين في السكة ما احناش عارفين راحوا فين، وما فيش اي بيانات في اي ملفات. فهو ده سبب المشكلة، انما مش الخصخصة نفسها. اذا حضرتك مش ضد البيع؟ انا مش ضد البيع ولا ضد القطاع العام، يعني لازم يبقى الامور يتم معالجتها بشكل موضوعي، ولما يكون في سبب للبيع ويكون من مصلحة الاقتصاد المصري من مصلحة المجتمع المصري ان يتم البيع ممكن يتم البيع، لكن يتم بطريقة تحقق صالح المواطن المصري خالية من الفساد، يبقى في ضمانات تمنع هذا الفساد وتبقى في النتيجة في النهاية في صالح المواطن المصري، ساعتها هتقبلها. حضرتك كنت ليك طرح بخصوص مشروعات قومية كبرى ممكن يعني تنعش اقتصاد البلد، ممكن تدينا فكرة عنها؟ أنا الحقيقة مهتم أكتر بالمناطق الحدودية، لأن النظام القديم كان دايما بيتعامل مع المناطق الحدودية سواء في سيناء أو جنوب السد العالي أو الصحراء الغربية على أن سكان هذه المناطق مشكوك في ولائهم ووطنيتهم، وبالتالي ما بيديش إمكانيات لإنشاء مشروعات هناك ولا أن هم يتمكنوا من أن هم يبقى عندهم مجتمعات حقيقية مستقرة في هذه المناطق، وكان بيحط جيش عشان يحرس هذه المناطق أو قوات شرطة. أنا شايف أن ده كان طريقة خاطئة، وأن لابد أن هذه المناطق تتحول إلى مناطق مجتمعات عمرانية مستقرة، ويتم تمليك سكان هذه المناطق الأراضي والمشروعات في هذه المنطقة، وده هيساعد في حل مشاكل كثيرة في مصر، خصوصا ان هذه المناطق كلها فيها امكانيات استثمارية واعدة جدا. يعني مثلا الصحراء الغربية عندنا على امتداد الساحل الشمالي بالموازاة للساحل الشمالي بعمق 50 كيلومتر اراضي قابلة للزراعة ولم تستغل، ولو تم تملكها لسكان او لبدو الصحراء الغربية وتمكنهم ان هم يعملوا مجتمعات زراعية في هذه المنطقة وفي هذه المساحة هتحل مشكلة الحبوب في مصر واستيراد الحبوب، هتمتص جزء من العمالة، هتفتح فرص عمل، هتعيد توزيع السكان وتمتص كثافة سكانية من الوادي.
أيضا عندنا في سيناء يعني موارد معدنية كبيرة جدا ممكن أيضا استغلالها وتمكين أهالي هذه المناطق من إدارة هذه المشروعات. جنوب الوادي منطقة خصبة جدا وفيها إمكانيات للزراعة والسياحة عالية جدا وتم إهدارها كلها. لو تم تمكين أهالي النوبة من العودة لبيئتهم وده مطلب من مطالبهم على مدى 40 سنة اللي فاتت،